غادي تكون ان شاء الله ان فيديو خاصه كيفاش انجوطيو برودكت في شوبيفاي. بالنسبه للاجو ديال البرودكت في شوبيفاي فهو ساهل بزاف. فغادي نجيو غير الداشبورد ديالنا العاديه، غادي نمشيو للبرودكت نكليكيو على برودكت. فبالنسبه للفورماسيون الناس يقدروا يستعملوها في لا كرياسيون ديال لي ستور اللي يستعملوا في ايباي على قبل لا ميثود ديال الفري ترافيك من ايباي، وقدروا كذلك يخدموا بها شوبيفاي ستور عادي كيف ما انا خدام في هذا ستور هذا. ولكن الاخوان نعاود ناكد لكم دابا ملي جبت الهضره ديما نخدموا على المايكرو نيتش، مثلا ما ناخذوش ما نخدموش على واحد النيش كامله، مثلا نخدموا على المايكرو نيتش. مثلا انا خدام على ليزر بوكس، انت تاخذ واحد المايكرو نيتش بحال هذه. إذن هنا كيف ما شفنا ديجا اجوتي ثلاثة ديال لي برودوي باش نعطيكم غير فكرة كيفاش غادي يبان لو برودوي. هنا غادي نجي نكليك على اد برودكت. ملي نكليك على اد برودكت كيعطيني هاد لاباج اللي هي سهلة بزاف، فيها تايتل ديسكريبشن والميديا اللي هما التصاور. بالنسبة للكوليكشنز حنا ما غنديروهاش هنا حيتاش اصلا الستور ديالنا ما فيهش بزاف ديال لي برودوي. الكوليكشن كدير فيها مثلا مجموعه ديال لي برودوي في كل كوليكشن. فاحنا كيف ما قلت لكم من الاحسن ستور يكون على واحد المايكرو نيتش، نمشيو لنيش معينه وفي هذيك النيش المعينه ناخذوا لنا واحد المايكرو نيتش. اذا دابا الاخوان اول حاجه غنحط هي التايتل. انا ديجا موجد لي زانفورماسيون كاملين، انا كنصحكم انكم توجدوا لي زانفورماسيون ديال كل ديسكريبشن بحال هكا اللي فيها تايتل. هيا ديجا انا عندي ندولها كوبي هنا باست، نحط ديسكريبشن ديريكت انا ديجا مسجلها. ها هي عندي ديسكريبشن فيها الفيوتشرز وفيها تكنيكالز ديتيلز ديال البروداكت. ديسكريبشن ديما تفوكاليزاو عليها بزاف بزاف حيتاش مهمه، فهي ضروري هي اللي كيقرا الكلاينت. فغير من مثلا انا بغيت نشري واحد البرودوي، اهم حاجه كنمشي لها هي كنقرا الديسكريبشن ديال البروداكت ديالي. انا حطيت دابا الديسكريبشن الفيوتشرز والتكنيكال ديتيلز. دابا غنمشي نحط الميديا اللي هما التصاور. من غادي نمشي ديجا التصاور تاع هما تيليشارجيتهم وحطيتهم عندي في واحد الدوسي. يعني غادي نمشي لهم ديريكت. يعني فين هو لو دوسي؟ يعني فوتو كات سكير. يعني غادي ندير سيليكسيون التصاور كاملين اوبن ونابلوديهم. فبالنسبه لاجو ديال البرودوي كما قلت لكم ساهل بزاف. دابا غادي يبقاو جوج حوايج اللي هما لا كونتيتي ديال البرودوي، نحدو لا كونتيتي ديال البرودوي. اذا هذه هي المين فوتو ديال البروداكت. تصاور الاخوان ضروري يكونوا فول اتش دي، يكونوا تصاور اتش دي واضحين وكيبينوا البرودوي مزيان. هادو من اهم الحوايج، وضروري تكون زايده معاهم واحد التصويره كراش تكونوا لاحظتوا الناس اللي كيخدموا في ايباي كيكون فيها لي ديمونسيون. التصويره كيكونوا فيها غير لي ديمونسيون هو البرودوي شحال فيه في الطول وفي العرض. هنا غادي نجي غندير له البرايس ديالو مثلا اللي هو 199.99 مثلا دولار. بالنسبه للكوانتيتي مثلا غادي ندير 99. This is a physical product. بالنسبه للديسكريبشن هادشي اللي كاين. هنا غادي نجي وغادي ندير اكتيف باش يطلع لي لو برودوي ديالي في ستور وندير سيف. اذا بالنسبه لاجو ديال البروداكت هو هذا. تقدر تاجوتي شحال ما بغيتي ديال لي برودوي بهذه الطريقه هذه، فهو ساهل بزاف. كيف ما قلت لكم الاخوان، فانا حاولت ندير كل بارتي في لا فورماسيون او كل حاجه في لا فورماسيون بوحدها باش تجيكم سهله. اي بارتي مثلا واحد شي فاهم ما تحتاجش تفرج فواحد لا فيديو اللي طويله، غتمشي ديريكت تفرج في لا فيديو اللي خاصه بهذيك لا بارتي. مثلا لا بارتي ديال البروداكت ديال كيفاش اجوتي البرودوي، تمشي وتفرج في لا فيديو باش تجيك لا فيديو صغيره. اذا الاخوان هادشي اللي كاين بالنسبه لا بارتي ديال كيفاش اجوتي البروداكت ديالنا في ستور. نشوفكم في لا فيديو الجاي ان شاء الله.